بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن التيمم. بزاف ديال الناس كنشوفوهم في المسجد وخارج المسجد كيديروا كيتيمموا، ولكن ماشي هذيك هي الطريقه الصحيحه ديال التيمم. فان شاء الله في عز وجل في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم الطريقه الصحيحه باش الانسان يتمم ويكون التيمم ديالو صحيح. كاين بعض الناس اللي كيديروا بحال هكا في الجامع وكيبقى يمسح يديه وكيبقى يخلل في الاصابع ديالو، يدلك في الاصابع ديالو وتيسحب راسو ان هذا هو التيمم، وهذا ليس بتيمم، هذا تيمم خاطئ. من خلال قول الله عز وجل غادي نوريكم من سنه النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش ان النبي عليه الصلاه والسلام كان تيتيمم. ف دين يسر الحمد لله وليس بعسر. فاي واحد انه واجب عليه انه يبقى واجب عليه انه يبحث باش ما يبقاش باش ما يديرش الغلط، ماشي يوم القيامه انه يجي الانسان ويلقى راسو ان التيمم ديالو باطل. ف يقول الله عز وجل كتعطيك السمع ديالك وعطيك البصر ديالك باش كتكلم، فعلاش ما كنتيش كتبحث؟ فالدين الحمد لله خصنا نبحثو. فاليوم ان شاء الله عز وجل غادي نوريكم الطريقه ديال التيمم الصحيحه باش الانسان يبقى يتيمم ان شاء الله تعالى. اول حاجه كنحتاجو هو ان اما يكون عندك التراب او الحصى او حجره، مهم، او حاجه، او مهم قبص، مهم شي حاجه الصائد كما قال الله تعالى. فباذن الله جل وعلا الطريقه ديال التيمم الصحيحه وهي كناخذ حجره ولا التراب او لا شوف انت في ولا الرمله ولا شوف انت فين كاين هذيك البلاصه، فكنضربوا الضربه الاولى، كنضربوا الضربه الاولى وكنمسحوا على الوجه ديالنا واليدين ديالنا. هذا هو التيمم صافي، ما كاين حتى شي حاجه زايده عليه. فتيمموا صعيدا طيبه، مسحوا بوجوهكم وايديكم، فمسح بالوجه ديالك والايدي ديالك صافي، هذا هو التيمم. ما تزيدش عليها هكا او لا تزيد عليها هكا، حتى ولو كنتي على جنابه وما لقيتيش الماء فكذلك هذه الطريقه اللي غادي تستعمل. ما تجيش عاوتاني الا درتي بحال هكا وخللتي في التيمم ديال في التيمم وبقيتي كتخلل هكا في الوضوء، يعني حتى ملي تبغي تغسل الجنابه على حسب الراي ديالك نتايا، هو راه ماشي راي، هو راه ماشي صحيح، على حسب الراي ديالك نتايا راه حتى الجنابه ملي تكون مجنوب خصك تبقى دير بحال هكا ودير وتغسل الشق لامان وتقد تيمم شي. لا، هذا ليس بتيمم. التيمم الصحيح هو ان تضرب على الحصى او على التراب او على حجره، تضرب عليها بحال هكا وغادي تاخذ تمسح على وجهك وتمسح على يديك صافي، هذا هو التيمم الصحيح، هذه هي الطريقه الصحيحه باذن الله جل وعلا. خوتي اخواتي هذه بلا ما نطول عليكم، كما معكم مراد بوتحم في هذا الفيديو هذا. الا كنت اول مره دخلت القناه ما تبخاش علينا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد يتعلق بهذا القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.